كل ما هرب مني يا ابن اللذين عايز كل ما هرب مني ما تكرش انك تعجبني ما تكرش انك تعجبني بس واحده واحده عليا اصل انت كل نجس دخلت يا بنت وليت علي معايا مش خارجه انت بتقطع اسنان يا ابراهيم انت تطلعت يا زباله بتقول على ان هو الرخيص ده انت طلعت على الخصم يلا يا زباله جابك العرف وامرك ما تندف اهدى شويه خلاص يا سلسه معلش احنا اسفين هيصوا يا جماعه هيصوا انبسطوا يلا يا شوشو اشتغلي يلا يا اسنان اغني هيصوا يا جماعه ايه يا ابراهيم بقول لك ايه يا جدع انت شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير انا مش عايز لبش يا دارة دي بنت لازقه ونرامية جتات عليا انا اسف مش هتحصل تاني والله ما هتتكرر تاني لا 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 خلاص انا مش هتعمل الشغل ده معلش يا دارة سماح نكسات عكل ودين بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني ولا هي هيما صح سامع سامع يلا اتفضل شوف شغلك يلا شوف شغلك يلا من هنا يا ركز يا يلا نزل الخرابه دي في ريحه منيله طلع نزل ووطي التي في اوطي الايه وطي التلفزيون بامان ليا وليك يا سعاده الباشا عشان الوليه اللي جوه دي ما تسمعش اي حاجه انت مش قلت انها ما بتتحركش ما بتتحركش اه بس ودانها زي الكلب البوليسي بتسمع دبه النمله اتفضل ادي 5000 جنيه اهو فين بقى الورقة اللي قلت عليها ان فيها معلومات تفيد هايدي في القضية 5000 جنيه ايه يا سعادة الباشا الولية عندها فشل كلوي بتغسل ب10000 جنيه في الشهر بتغسل ايه ده انت معفن والله والله ما كنت هتنازل عن 100000 جنيه بس لولا مجيتك اتفضل يا سيدي ادي 5 تاني اهو فين بقى الورقة شوف يا سعادة الباشا الفلوس دي علشان اقول لك الورقه فيها ايه لكن الورقه نفسها عشان اديها لك لازم تديني 5 مليون لحلوح ما يقلوش لحلوح طيب يا سيدي هات الورقه اشوف اللي فيها ايه وخد الورقه مش عاوزها الورقه اهي فيها عنواننا جوان بنتي ومروان بالتفصيل الشارع والعماره والشقه لا اللي حليح الاول حاجه غريبه الشيخ ناصر عاوز يضمك لحريمه زي حريم السلطان كده شفت انا رديت عليه ازاي؟ ما شاء الله عليك رد معتبر الرد ده بيسموه رد دبلوماسي رفضتيه من غير ما تحرجيه رفضت مين يا مكوس؟ مش مهم يا سندس بعدين البت كوريا اول مرة اتأخر كده بالليل بتصل بيها بالتليفون ما بتردش قلبي وكني عليها هنزل ادور عليها واول ما تاجي بيطمنيني بالتليفون مش هتوكلني الزبادي هتاكلك هتاكليه انا اللي هاكلك يا سندس تعال يلا بالهنا والشفا هتوديني ازور النبي اوعدك يا سندس اول ما اخلص من اللي انا فيه هاخدك ونروح ونعمل عمره مع بعض هناك هناك عند النبي قولي والنبي والنبي يا سندس انت كذابه يا اختي وبياعه الكلام هوديكي وهتشوفي كل انت بس وادعي لي يا سندس لا يا رب مالك يا بنت في ايه ايه يا كوريا في ايه قلقتيني عليك انت كنتي فين خليك لسه نازل يدور عليكي انت بتعيطي في ايه مالك ابراهيم تاني ابراهيم ماله خدت تاكسي ومشيت وراه لقيته بيشتغل في كباريه كباريه مرة. إبراهيم ده مش مظبوط مش مريح مريب كده يعني ده حتى علاء قال إن سكته كلها غلط ومش تمام بصراحة هو قال إنك لازم تفسخي خطوبتك منه يا ما حذرت قلت له يا هيما بلاش يا هيما هتزعل مني
كبدك فاضل لك مره. مفيش، كاني بكلم نفسي بالظبط. معلش، كويس انك كشفتي على حقيقته، ممكن تلاقي 100 واحد تحبيه احسن منه. انا الغلطانه، انا كل مره كنت بوتر بنفسي 100 جزمه، وبعدين ارجع اقول معلش يا بنت انتي بتحبيه، معلش يا بنت كلنا بنغلط، مفيش فايده. معلش يا كوريا، معلش، هما الرجاله كلهم كده. بس والله علاء كان عنده حق، يعني هو كظابط قدر يعني يقراه ويفهمه. هما الصباط برضو ليهم نظره في الناس مختلفه غيرنا، ما شاء الله عليه. ظابط ايه وزفت ايه؟ هو انا ناقصك ولا ناقص الظابط بتاعك؟ بقول لك ايه، انت عبر، انا مش عايزاك، انا عايز اقعد بطول. تعرفي يا كوريا، انت تستاهلي اللي بيعملوا فيك ابراهيم، بس انا هعمل باصلي، هكلم خالك وهطمنه عليك. انا الحق عليا ان انا قلقت عليك، خليك يشخ روحي كده. ماشي يا ابراهيم، ماشي. تعمل ايه لما ترجع؟ معرفش. طب رجعتنا ليه يعني؟ مش فارقه، هناك زي هنا بالظبط. وانت فاكر ان انت لما ترجع مش هتلاقي نفسك هناك مثلا؟ مش هتلاقي نادر قاعد مستنيك؟ يا ابني الواحد ممكن يهرب من اي حد ومن اي حاجه، كان هيهرب من نفسه ازاي بقى؟ بقول لك يا ساره، ما تنامي يا احسن، بطلي بقى الحركات بتاعتك دي، عامله لي عقله وفيلسوفه، وكل ده عشان مش عايزه تحسي ان حياتك تافهه. علمك بقى حياتك تافهه وهتفضل تافهه. على فكره انا حياتي مش تافهه خالص، على الاقل ما بهربش من نفسي. لا ده انا بقعد معاها وبنتكلم وبنتحاسب يا نادر، ومتفقين على كل حاجه انا بعملها. يا دي يا سكه يا ولا قوم يا ولا. طيب عادي يا عم، حاضر. ايه اوعي يما، بس مين ايه يا عم؟ عيل وقت وقتك ولا تفهمني عملتك صح. يا خرابي يا ابراهيم، يا خرابي. انت اللي قلت لكوريا انا شغال في الكباريه. وانت شغال في الكباريه يا ابراهيم؟ انت هتعبيهم وتعبيهم لي يا، وانا اللي مديك عربيتي بتستهدى منها. طب بس استهدى بالله، ايه دخل العربيه في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بشتن ودخل بينكم يا كوريا. والله العظيم يا كباكي ما قلت لها حاجه، ولا اعرف اصلا انت شغال في كباريه. كوريا اصلا حطاك في دماغها ومفكرك ان انت مرافق واحده، وانت عارف بقى كوريا لما بتحط واحد في دماغها. انت عارف بقى ابراهيم، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا اخوي استهدى بالله يا حبيبي، استهدى بالله، استهدى بالله، واسترجل كده يا واد. الله، انت خايف منها ليه؟ هي مسكلك زله ولا حاجه؟ وبعدين انت راجل يا اخوي، تعمل عمتك وتلف عمتك، تشتغل بقى في كباريه، تشتغل في الاعاره، انت حر. استرجل وشكمها يا ولا. طيب ابراهيم، ده لو سكين على رقبتي يا جدع سرك يدفن معايا. يا سلام، هو ما قدرش على الحمار، هيدور على البردعة. نادر، الحمد لله على السلامة يا حبيبي، وحشتيني قوي. الله يسلمك. دستور. دستور يا اهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتنا المتواضعه. زي الفل يا ست عون، نعمه من عند ربنا. ده انا لولاك كان زماني مرميه في الشارع، كلاب السكك بتنهش في لحمي. يا ست نوال انت مش عارفه قيمه نفسك، انت ست محترمه اي وان، بس الدنيا هي اللي ملعبكه معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذه حمامه في فيلم اريد حلا، وانا ما يرضينيش البهدله اللي انت فيها دي. روح يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم انت زي اختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيك. وعيون الناس بصاصه، وانا ما يرضينيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي، يقولوا سابت بيت جوزها وقاعده في بيت شاب اعسب مفتول العضلات، ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. ها؟ طب والعمل ايه؟ لا 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 لا،
العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزت لك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بطه حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء، عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول طاعون ده صايع لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي؟ اتاريك ارجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب ايه رايك بقى ان انا خلصت الشغل ورحت مغير جري وجري عشان اجيب لك فطار، عارف انك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شويه كباب وكفته بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفته؟ ده لسه البلد فيها رجاله. ما شفتش مني ربت تغني. ايه يا حبيبي؟ صح النوم؟ ده انا قلت اعمل لي لقمة على السريع كده وما رضيتش ازعجك عشان تعملي افطار. اقعدي 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 افطاري. انا مش عاوز افطر. بص بقى يا مروان، انا عاوزه فلوس اللي عندك، وبعدين انت ممكن تفهمني شايل الفلوس بتاعت الحاجات اللي احنا عملناها سوا عندك انت ليه؟ وانا سايبني كده عامله زي الشحاته. بس ما تقولي ازاي. يا حبيبتي انت تأمري وانا عليا التنفيذ، وبعدين في شعار في العالم دلوقتي بيقول لك انسى الكاش، لازم تنسي الكاش خالص وتعاملي معايا على اني فيزا. اطلبي وانا اجيب لك. لا يا سيدي شكرا، انا بقى فقريه، عاوزه امسك الفلوس كده ورق واحسها واصرفها. ماشي يا فقريه ماشي. في 10,000 دولار جوه في الدولاب، خشي خديهم. 10,000 دولار بس؟ ده غير سهره في مكان انا وانت الليله دي تحفه. طيب يبقى انت هتيجي معايا الاول المحل، عشان انا شفت فستان هناك عجبني وعاوز اخد رايك فيه. يا حبيبتي انت من احلى 10 اذواق في حياتي شفتهم، انت اختاري بس اللي انت عايزاه وانا اكيد هيعجبني، لان الفكره عندي في الحشو في الحشو. الله، اقوم الحق اخد الفلوس احسن تغير رايك او تدخلني في عمليه من بتوعك وتخسرهم لي. اقوم الحق. دلوقتي الراجل معاه العنوان التفصيلي اللي مروان ونجوان قاعدين فيه. اشرب يا ابو زازة. لا دي قنينة، النينة. مش ضروري يا بابي كل مرة تفكرني ان مروان ونجوان دلوقتي مع بعض، انا هموت وافهم فيها ايه بس نجوان الزفت دي. بس عادي، هي الزبالة ما بترميش غير مع الزبالة اللي زيها. يا سلام، وكان حد قالك تختاريه؟ خلونا في اللي احنا فيه، المهم لما نلاقي الزفت ده هنعمل ايه بيه بقى؟ هو حضرتك فعلا ناوي تدفع لهم 5 مليون جنيه؟ 5 مليون ايه؟ 5 مليون عفريت ينططوه. يا امي عفريت حبيبتي. لا يا روحي، مش عفريت ولا حاجه، ده دي حاجه بتيجي يا حبيبتي. اصرف. نو يا هايدي، بجد ايه الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي؟ من عاشر الام. لا طبعا مش هدفع له 5 مليون، منين انا حيلتي 5 مليون؟ هم 50,000 100,000 اعكمهم له في ايده ويتفلق بيهم هو. المهم يا بابي، هتعملوا ايه بالعنوان؟ هتروحوا يعني تضربوه وتتخانقوا معاه وتاخدوا منه الفلوس ولا ايه؟ مش مهم العنوان، المهم ان ناخده من الزفت ابو نجوان ونديه لنادر ونشوف نادر هيتصرف ازاي. نادر برضو يا عمي، نادر تاني. قلت لك 100 مره نادر ده انا اللي مربيه، وانا واثق ان نادر هيعمل اللي في صالحنا احنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا 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 اهلا. صف الله عظيم، انا عاوز اقول حاجه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ايه حكايه اسم نجوان اللي منتشر على فجاه ده؟ كان في وليه غلبانه بتشتغل في المستشفى اللي كان فيها هما خطيب، قصدي ابراهيم، كانت بتلم الزباله وتمسح وكده، وكان برضك اسمها ام نجواه. انت مش امبارح طردتيني من اوضتك؟ بتحشري نفسك ليه في اللي مالكيش فيه؟ مش كل واحده اسمها ام نجوان الزفت تبقى نفسها اللي انت تعرفيها. ايه ده، انت عبيطه بنت ولا ايه؟ وكمان يعني حزينه ومنكسه مفكراني بلعت لساني؟ ما تولعي، حق علاني بركز معاكي في اللي انا فيه ده. استنوا يا جماعه، ام نجوان برضو شغاله في مستشفى، انا رحت لها. كوريا. كوريا؟ غريبه ان الانسه كوريا تعرف ام نجوان. مالك؟ هنيها تفتح. طب اصطبر، عايز اطلع الشقه اجيب كشاوه اخلص عليها. بقى انا ابراهيم كبداك اللي بتهزله بطن البقره تما يتعمل فيا كده وفي مكان اكل عيش يا طاعون؟ اهدى بس يا هيما، دي مهما كان حرمه برضو، ومهما كان بينك وبينها اتك على الراحه وبالعقل يا كبداكي، كله بالمخ بتاع الكبده. انا عايزك بقى تهدى عشان عايز اسالك على حوار. حوار ايه؟ البت نوال مالها؟ تلزمك خصك. لا تلزمني ولا خصاني، بس ليه؟
اطلع منها مصلحه حلوه. يا عم مصلحه ايه؟ ده بنت ناشفه لو عصرتها مش هتنزل حتى تراب. عيب عليك يا كداكي، هعصرها واسنفرها واخليها دريم بارك. السلام عليكم. تعالى سوق. مش فاضي. خد يا لسه قافش ولا ايه؟ وربنا كنت عميان امبارح وشارب الصبح ومش شايف قدامي. بنت كوريا جات لي الكباريه ووسخت معايا. كداكي الفيلم ده مش هاكل معايا، انا عندي شغل. ما خلاص ياض بقى ما تقفش، في ايه؟ ما خلاص ياض قال لك ما تقفش، انت هتعمل فيها منى الشاذلي. اقعد يا عم. لا منى الشاذلي ولا من الحسيني. من الاخر كبداكي انا زعلان منك في حوار تاني. حوار ايه يا كده برضه كبداكي؟ بقى تروح الكباريه يا راجل في رقصات وتسيب اخوك؟ طب خدنا اشتغل معاك كبداكي في الكباريه. على نعم يا ياض يا سوك، انت مخك على قد ياض. الكباريه اللي انا شغال فيه ده بيغني فيه مطربين كبار ليهم اسم وصيت. انت لسه كتكوت يا سوكا، ولا عشان جبتك تغني في فرح اخت وهدان هتفتكر نفسك عدويه؟ ايه يا ده انت كنت بتغني على حس كبداكي. معلش يا عم طاعون، معذور. ابتدى سوكا لسه في مرحله طهور اسبوع بس، تغني في كباريه كبيره عليك. عليا النعمه يا ياض يا سوكا، اول ما تعدي مرحله الطهور دي لازفك من هنا لحد الكباريه، بس انت تعديها. فلوس اللي تدوهانه ده اللي زي ده يخش عليه تلات عيل جدعان كده اهو، يقلعوه مالت ويطلعوا الورقه من تحت جلده. ادام بتقول انه مخبيها في هدوم. يا دي الكسوف يا ولاد، مين ده اللي هيقلعوه مالت عشان الحق اغطي وشي؟ يا خالتي ايه الهمجيه دي؟ لا 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 بليز بلاش نلجأ للعنف، لان انا ساعه العنف ببقى عنوف قوي. عنف يا ابو الحاج؟ ده واحد نصاب وعايز ينصب عليكم نصبه تقيله، تقول لي عنف؟ ما احنا ممكن ناخدها منه من غير ما نضربه ولا نقلعه ولا حتى ندفع له. ازاي بس يا طارق؟ نخلي مراته تجيبها لنا منه. مراته ايه يا راجل؟ مراته تعبانه وحالتها منيله بستين نيل. طب انا جات لي فكره. طب قولي قولي بسرعه، ايه الفكره؟ مش كوريا بتقول انها تعرف ام نجوان؟ اه. وبابي بيقول انها عيانه؟ اه. نخلي كوريا تروح لها. صح، وتخلي ام نجوان تجيبها منه. لا نخلي كوريا هي اللي تجيبها منه. انا ده زي ما ان شاء الله، انا اللي هضربه ولا انا اللي هقلع؟ بطلي سخافه بقى واسمعيني. انت هتروحي لهم وهتاخدي لهم معاكي عصير. ام نجوان تعبانه، هتدخلي انت المطبخ وهتصب العصير وهتحطي فيه مناوم لابو نجوان، هيشربوا هينام، هتاخدي الورقه وتجيبيها على هنا. برافو برافو برافو، تاتش وود دي بنتي. هايجي انت جناني. ميرسي بابي. لبست يا اولاد اشيل ايدي من على وشي؟ شيلي يا حبيبتي، ده احنا لبسنا وقلعنا ثلاث مرات. يا ام كامينج. خديهم بقى. لا 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 لا، انا لازم ادخل شريك في المحل ده. اشمعنى؟ انا بقالي ساعه واقف بره مش عارف ادخل من كتر الزباين. ما شاء الله انت هتحسد ولا ايه؟ ما في حد برضه يحسد نفسه. ايه يعني؟ انا بالنسبه لي انا وانت واحد، فاكيد يعني مش هحسد نفسي. لا بالراحه، الكلام ده كبير قوي. طب ما انا عارف انه كبير، بس احنا لسه ما عدناش المرحله اللي تسميها ايه انت، انك بتلاقي تلاكيك عشان تجي لي. والله عندك حق، ده انا برضو النهارده متلكك عشان اجي. طب والتلكيكه ايه بقى؟ دي. وايه دي؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه ساعه بس. لمين؟ هيكون لمين يعني؟ مش عرفني. انا احكي لك انا فكرت فيها ازاي وانت تعرفي يعني مين. قول. بص يا ستي، انا في واحده بفكر فيها 24 ساعه ليل نهار، ما تعديش عليا لحظه غير وهي في بالي. كنت عايز اجيب لها هديه، فقعدت افكر اجيب ايه اجيب ايه. قلت اجيب ساعه عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لها انك وحشتيني وحشتيني. طب حلوه قوي، ما تديها لها. تفتكر هتفرح بيها؟ اكيد هتفرح بيها. متاكده؟ اكيد. عشان كل ما اقرب الثواني يتحرك كاني بقول لك انك وحشتيني وحشتيني. طب وانا بقى جبت لي ايه؟ Thank you.
سندوتشات يا ولا. آه ما تحكش بس لأمك اتوصى بيها، وحط بقى طحينة كتير، حط طحينة كتير. آه لف لف السندوتشات في الورق علشان خاطر الكياس دلوقتي بقت زي الذهب، غليت قوي 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 قوي. وخلي بالك حط الواد كبدكي تحت باطك، لأن الواد ده هو هينفعك إن شاء الله. وعلى رأي المثل سجد المنجد يديك لحاف زيادة يا والا. كل نصايحك وصلت ياما. بقولك ايه، ادي اتنين كبدة ماشي، واتنين سجق ماشي. يلا ياما اتكل على الله. شكرين يا حبيبي. تكلنا على الله، امال احنا تكلنا على مين يا حبيبي؟ اسم الله عليك. يلا ياما خلي بالك من نفسك. حاضر. ما تخانيش مع حد. حاضر يا اخويا. تعمليش مشاكل مع حد. عيني. صباح الجمال يا احلى شعر في مصر. عينانا. بقولك يا استاذ، كلمة بيني وبينك كده، انا زعلان مع البنت بتاعتي، ومحتاج حضرتك تكتب لنا كلمتين كده عشان يقربوا المسافات. نحلل يا سوق. لسه كاتب انا. لسه كاتب كلمتين من حظك ومن نصيبك. اديني يا استاذ. نحلل والله. بص. خليكي دايما بصه وراكي. هو ده. شوف. اقول لك حاجه استاذ. كمل يا استاذ. اهو كله هيجي على قفاكي. قفاكي؟ كده هتبعد يا استاذ قفاكي ايه يا استاذ؟ يا عم كمل. عشان انت كسرت قلبي، كسرت اللي ما بيننا، ورسونت العيش والكنتاكي. كنتاكي؟ طب بقول لك يا استاذ، ما تخليها كبداكي بدل كنتاكي. عايز مستهلك انت صح؟ انا بقى عايز المستهلك بتاع تامر حسني وحماي العلب بتوع الدباديب دول. يا عم دي اسهل حاجه. خد اديني. احنا بتوع بعض انا وانت. اقول لك عن هو ده، هو ده الشغل يا نجم، هو ده. قريتك ازاي؟ اديني يا نجم. ما نشغل بعض انا وانت. الله. اقول لك حاجه، والمصعب استاذ ومتلحنه كمان. اديني. انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ استنى بقى استاذ. تطم تطم. ايوه انا ليا مين في الدنيا غيرك انت اللي ليا؟ خش يا استاذ بقى على طول. حني بيا ابوس ايديكي كده. البنت هتهرب. يلا يا استاذ. احنا بتوع بعض انا وانت. ايوه هو ده. ما لناش غير بعض انا وانت. الله. اوه. احنا بتوع بعض انا وانت. الله. ما لناش غير بعض انا. الله. انا كايسون وانت ليلى. الله. كايسون هو. عنتر وانت عبله. اي عبله. كايسون وانت ليلى. اي عنتر وانت عبله. الله. والنبي تديني القبله. الله. حتى ولو اخويا. حتى ولو اخويا. الله. بس هقول لك حاجه يا استاذ، والمصعب 10 10. بقول لك يا استاذ تعب. حق الكبده يا استاذ. بونسوار. بونسوار. S'il vous plaît, monsieur, j'ai envie de vendre cette bague. Qu'est-ce qu'il y a? Police, I want you to come as soon as possible. I have a lady, she's a crook. She wants to sell me a fake diamond ring as an original one. I'm holding her. Thank you. What? This ring is fake? جاي تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا؟ بس العيب مش عليكي، انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه، انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرت نفسك حرمه. ما تيجي يوم ما تشوفي الحريم عاملين ازاي. بص لنفسك، بص لنفسك يا كوريا. تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن. انا عملت لك كل حاجه يا كوريا. قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم، جبتك في اليمين. قلت لي عاوز اخطوبه تخطبني. قلت لي ابعد عن نوال، بعتها عني واديتها بالجزمه عليا بايه ده كله ياما. ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش. طريق صحراوي يا كوريا، ده اخر الخط بتاعي معاكي. انا نازل هنا يا امي. سلام. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous me laissez attendre ici? Et pourquoi vous avez appelé la police pour moi? Pourquoi? La bague n'est pas originelle. Et moi, j'ai pas dit que la bague est originale. Moi, j'ai envie de la vendre telle qu'elle est. Non. Écoute, monsieur, est-ce que la loi ici arrête les gens parce qu'ils veulent vendre une bague qui n'est pas originale? Non. Alors d'accord. Moi, j'ai changé mon avis. Je peux avoir ma bague et partir?
مرسي. قولي لي بقى يا أميرة القلوب، مبسوطة في البنسيون؟ الحمد لله، ناس كويسين وطيبين، بس أنا عايزة أرجع البيت عشان ألم هدمتيني واتخانق مع سلومة الكلب واخد منه ورقتي. الراجل الناقص زي ما يكون حيرميني، لا كاتب لي مؤخر ولا قايمة. لا لا لا، ولا تروحي ولا تتكلمي ولا الجو ده، وأنا هبقى أجيب لك الورقتين بتوعك بس بطريقتي، خلاص؟ المهم بقى ركزي معايا دلوقتي، تاخدي الحتتين دول تجيبي لك ايه هدمتين حلوين بس يكون فيهم طقم ملعلت كده وبروبرو. ليه بقى؟ لان انا هخرج خروجه ما خرجتهاش قبل كده، هعيشك في امبيانس لم يحدث من قبل. بس كده كتير قوي يا ست عون، انت جمالك بقت مغرقاني. ولا كتير ولا حاجه، انت ست بنت حلال وطاهره وتستاهلي كل خير. تصدق بالله انا شكلي فعلا بنت حلال وربنا عوضني بيه. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل اتفضل يا ابو طالب بيه، اتفضل. حضرتك تشرب ايه؟ انا اولا عايز اكلم نادر ضروري وشويه قهوه صغيرين. ام احمد. نعم. اطلعي اندهي دكتور نادر من فوق. حاضر يا هاني. تصور تصور يا ابو طالب بيه، نادر ما بيكلمنيش، وكل ده ليه؟ علشان انا ما كنتش موافقه على الست اللي اسمها نجوان، وادي كل اللي انا قلته حصل، وشفت حضرتك عملت فينا ايه. ابقى انا غلطت في ايه؟ كل شيء هيتحل بمجرد ما نحل مشكلة هايدي. يا رب يا رب يا ابو طالب يا رب. في ايه؟ ايه الالحاح والملل اللي انت فيه ده؟ هو انا مش اديت لك ورقة رضية وقلت لك انا مش هشتغل فيها تاني؟ جاي ليه وعايز مني ايه؟ دلوقتي ابو نجوان مع العنوان التفصيلي بتاع نجوان ومروان، انا هشتريه منه وهجيبه لك عشان تقول لنا نعمل بيه ايه. وانا هعمل ايه؟ يا نادر، احنا مروان نصب علينا في الفلوس، وانت نجوان نصبت عليك في قلبك، يعني بيننا قضيه مشتركه. يا اخي كفايه عليك كده بقى، حرام، ارحمني. قلت لك انا مش هشتغل في القضيه دي تاني، خلاص ده كلام نهائي. اتفضل اخرج بره. اتفضل. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت ليه مصر تخسر كل الناس اللي بيحبوك؟ احنا عملنا لك ايه؟ انت مالك بقيت بني ادم ما عندكش قلب ليه؟ الله، صورتك نازله في الجورنان ومنوره، دي عشان جريمه القتل بتاعت اول امبارح. عيب عليك، جبت الواد في 24 ساعه. نفسي بقى اخلص من القضيه الزفت دي واتصور وانا قافش البت هايدي دي من قفاها. شد حيلك. شد حيلي ايه؟ الواد نادر ده شكله غويط قوي، بنت في حضنه ليل نهار وما عرفتش تطلع منه باي حاجه غير انه بيكلم ابو طالب ومش عارف مين ومين كده. هايدي مش هتيجي في سنتها السودة خالص. يا ابني انا مش بتكلم معاك، وبعدين بترسم ايه سحلك قوي كده؟ برسم جمالات. Who are you? Who are you? I can speak Greek. وانتوا مين؟ انتوا مين يا ولاد الكلب؟ اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشه تصدق؟ لا وحشه كبيره بعد. شيلوه. جاسم. ايه جاسم، جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمه ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليهم؟ مروان، العمة اللي أعطيتني إياها صارت صغيرة ضيجة علي، ما أحبها. الحين أنا برجعها لك وأبي فلوسي بس. مش فاهم حاجة، عمتي وفلوس إيه؟ في إيه؟ أنت فاهم كل شيء. أنت للأسف فاكر أن كل شيخ عنده في البيت بترول، نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، أنا شقيت،
أنا تعبت، أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير، ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت، وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قيس. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، أعطيتك اللي تبي، كل المشاريع اللي أنت اقترحتها أنا وافقت عليها، شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، أنا أبي فلوسي، 5 مليون يورو أبيهم بس. أكيد في حاجة غلط، وبعدين أنت عارف إن إحنا شحننا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. مسكرة؟ شوفوا شغلكم. Oh.